يس باريس. انا قررت بمناسبة ان النهاردة عيد ميلادي وصحيت بدري وفرح نايمة انزل اتجول لوحدي هنا. مشكلة ان انا في فرنسا ومعرفش اتكلم فرنساوي، وهم هنا مش بيستلذوا الناس اللي بتتكلمش فرنش، فيلا نشوف اللي هيحصل. ده مش مبشرة، هو ايه السلم ده كله؟ لا لا، البلد اللي محتاجة رياضة دي مش بلدي. ده انا اقسم بالله السلم المتحرك ده قلت ياه اخيرا مش هطلع سلم وطلع بايظ. بص حاطينه منظر. جبت من ستاربكس كوفي وبيحطوه في كوبايه ورق على انه ساقع عشان البيئه، وجبت سنه من رول، ودلوقتي بقى اخش اجيب هديه لنفسي من سيفورا. وشكرا. جبت لنفسي هديه عشان عيد ميلادي من سيفورا. طبعا مش هتصدقوني ان انا وانا ماشيه لقيت صباع في نص البلد. ايه الصباع ده بتاع مين؟ عايزه اروح وتايه، الحقوني. انا خلاص روحت، شلت الميك اب ولبست البيجامه عشان بقى اريح شويه عشان انزل مع اصدقائي واحتفل.